بسم الله نبدأ سعادة جديدة. هي رحلة لا تنتهي، سعي للخير وجهتي، آمنت أن الناس للناس وتلك قناعتي. الكل غيث انهطل، كل بدوره بطل، ما المشكلات إن كل تعاضدك. اليوم يا أبنائي لدينا استراتيجية جديدة، استراتيجية القفل المفتاح للصف الأول الابتدائي الشعبة ألف في مادة النهج اللغة العربية. طيب، عندنا أقفال، أريد منكم أن تحصلوا لي على المفاتيح لقراءتها قراءة صحيحة. طيب، من يريد أن يشارك معي؟ من يريد أن يشارك معي يرفع يده. تفضل يا هاشم. يا هاشم، ما هذه الكلمة يا هاشم؟ ما هذه الكلمة؟ قوت. أحسنت يا هاشم. يا هاشم، قوت صوت طويل أو قصير؟ طويل. طويل، كيف إشارته؟ أحسنت، قوت. أختار المفتاح يا هاشم المناسب، وضعه يا هاشم بالمقلوب يا هاشم. أيوة، قوت. أحسنت يا هاشم، تحية لهاشم. طيب، من يريد أن يشارك معي في القفل الثاني يرفع يده. تفضلي يا أنوار. تفضلي يا أنوار. ما هذه الكلمة يا أنوار؟ ما هذه الكلمة؟ قال. قال، أحسنتي يا أنوار. قال صوت طويل أو قصير؟ طويل. طويل، أحسنتي يا أنوار. إشارته يا أنوار. أحسنتي يا أنوار. اختاري للمفتاح يا أنوار المناسب، وضعيه. أحسنتي يا أنوار. قال. طيب، عندنا القفل الأخير، من يختار ويقرأ الكلمة؟ تفضل يا محمود. ما هذه الكلمة يا محمود؟ رقيب. رقيب، ما هذه الكلمة؟ رقيب. رقيب يا محمود. قي، صوت طويل أو قصير؟ طويل. طويل، أحسنت. ما حركته، ما إشارته؟ رقيب، أحسنت يا محمود. اختار لي المفتاح. أحسنت يا محمود، بارك الله فيك يا محمود. قي، أحسنتم. هذه كانت استراتيجيتنا القفل والمفتاح للصف الأول الابتدائي الشعبة ألف في مادة النهج. تحية لأنفسكم، بارك الله فيكم.